اجتمع فليا لا يا رسول الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا عمرة المؤمنين يا رحمة الله واسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلا ما خاب سيدي من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيم. قل له أيها النبي شكات عندي شكوى يا رسول الله في يوم شهادتك. قل له أيها النبي شكات لك عندي ممزوجة بدموع. قل له أيها النبي شكات لك عندي ممزوجة بدموعي. شنو الشكات؟ إن تلك التي على بابها الأملاك تبدي الخشوع بعد الخضوع. قل له أيها النبي شكات اليوم الزهراء بدت تبني بيت الأحزان. من الليلة بدأ بيت الأحزان، من الليلة بدت البكاء فاطمة، من الليلة بدأ حزن الزهراء، ألم الزهراء، لوعة الزهراء. من الليل انفتح باب المصائب على آل رسول الله. من الليل قتل الحسين، من الليل قتل الأئمة الطاهرين، كل من هذه الليلة. قل له أيها النبي شكات لك عندي ممزوجة بدموعي. إن تلك التي على بابها الأملاك تبدي الخشوع بعد الخضوع. قد أحاطوا بالنار منزل السامي، قد أحاطوا بالنار منزل السامي بشأن رفيع. بعد سووا لها اسقطوها بالباب محسن عصرا، اسقطوها بالباب محسن عصرا بعد تأليمها بكسر الضلوع. خاطب الشاعر بالله تفتولي. قل لدار الأحزان لا زلت ما زالت ضلوعي تحوي قبور البقيع. قل لدار الأحزان تدرون الآن دار الأحزان ضمن البقيع، الآن ضمن البقيع.
من بعد القبور الشريفة للأئمة يكون دار الأحزان سابقا، الآن هو داخل البقيع. قل لدار الأحزان ما زلت لا زالت ملوعي تحوي قبور البقيع. يا دار الأحزان ما هو السر حين تدفن سرا؟ ما هو السر حين تدفن سرا وجهارا أتوا إلى التشيع؟ طالبين مني أبيات أبدأ أقراهم ما دام ليلة حزينة هاي الليلة، ليلة مؤلمة هاي الليلة. يا رسول الله الليلة حصة الرثاء أكثر من المحاضرة، فطالبين مني هاي قصيدة أنا قاريها سابقا، قصيدة البداية والنهاية، زينب بدايتها ونهايتها. يا بنت فتحت عينها وشافت ضلع مكسور، والله فتحت عينها وشافت ضلع مكسور وختمتها بضلوع الضامي المنحور، ختمتها بضلوع الضامي المنحور. فتحت عزتي وختمت بعاشور وصبرها البشر كل ما يصبرون. بعد فتحت عينها ومحروقة باب الدار، وبعدين وختمتها المخيم كل وجب النار. يا ويل يا بك كل وجب النار، انا ما ادري ايش اقول غير اصيح الثار. يا اهل الثار وين الثار مضمونة؟ زين بعد لا والله انتبهني انتبهني. يا بك فتحت عينها ومحسن على الغبرة اخوها، فتحت عينها ومحسن على الغبرة وختمتها بطفل صاب السهم نحرة. الله يساعدك يا زينب الحرة، يا العشت الحزن بطوارة وفنونة. بعد فتحت عينها وعيني الزكية دموع، هسه هاي وين راح ياخذك هذا بالله؟ هذا وين راح ياخذك؟ هذا وين راح ياخذك؟ النهاية وين؟ فتحت عينها وعين الزكية دموم وختمتها بسهم عين الوفي المعلوم. الله يساعدك يا زينب بيا يوم يا ايوه. بعد بعد يا بفتحت عينها وشافت علي مقيود، علي مقيود، علي مقيود. فتحت عينها وشافت علي بهالليالي الجايه مقيود وختمتها بعلي هم بالحبل مشدود. الله والله تسمع الشطر الثالث مروتك واحنا يا امير المؤمنين سلام الله عليه. يا بنت فتحت عينها وشافت علي مقيود وختمتها بعلي هم بالحبيب. يا بنت مشدود مخلوقه الك زينب هدوم السوق، والله مخلوق إلك زينب بهدوم السود وبزينب صدق يا ناس محزونة. بعد بعد أعيد خدمتك شيخ أعيد. يا بفتحت عينا وشافت علي مقيود وخدمتها بعلي هم الحبل مجدود. يا بنت مشدود مخلوق إلك زينب بهدوم السود وبالزينة
اسمع هذا البيت. فتحت عينها وجبريل راعي الشان. شو يسوي جبريل؟ يسلي فاطمة بنت سيد الأكوان. زين وزينب منو سلاها؟ وختمتها يسليها على راس الزان وراس حسين. والله راس حسين ويشير له بعيونه. آخر بيت حتى نبدأ بالمحاضرة. آخر بيت اسمع بالله عليك. يا بنت فتحت عينها وأمها تقل العين تقل العين تقل العين. ما اعرف شلون احزن الطور حتى اكسر قلبك. فتحت عينها وامها تهل العين. وفاطمة وما ظلت بعد والدة بس شهرين. يا بشغرين وزينب ما بقت من بعد اخو حسين. والله زينب ما بقت من بعد اخوها حسين. ختمتها بسنة بجروح مخزونة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا لله وانا اليه راجعون. ايها الاحبة يظهر اللي استطعنا له في هذه الليالي الخمسة ان نشير الى مقام واحد من مقامات رسول الله صلى الله عليه وآله في سورة النجم. مقام واحد ما قدرنا اكثر. البارحة انتقلنا الى امر اخر بسرعة بس ما اعطينا حقه من البحث. هذا يحتاج الى وقت اخر ويحتاج الى تنظير ويحتاج الى كلام ايها الاحبة له وقته ان شاء الله تعالى. بس التفتوا لي. فهذا الى وقته انه جسم رسول الله صلى الله عليه وآله وكل اعضاء جسد النبي الشريفة اشار لها القرآن الكريم بشكل خاص ومحدد. وهذا ما أعطي لغيره صلى الله عليه وآله. اختص به رسول الله صلى الله عليه وآله. زين هذا بحد ذاته فيه كلام؟ الجواب نعم فيه كلام. فيه كلام. وهذا كثقافة قرآنية تفتوني. هذا كثقافة قرآنية ما مستغرب أيها الإخوة. ما مستغرب. أنتم ترون في القرآن الكريم في سورة يوسف أن قميصا مو قطعة من جسد يوسف. لا لا قميص لامس جسد يوسف. رأيتم آثاره في القرآن الكريم وموجودة آثار في هذه السورة الكريمة صحيح ولا؟ أنه أرجع بصر نبي، أنه شهد على براءة نبي، أنه رائحة له تشم من مسافات بعيدة، أنه طبعا في روايات آل البيت الكلام أقدم من هذا. في روايات آل البيت هذا القميص نزل به جبرائيل على إبراهيم لما ألقي في النار، والنار صارت على إبراهيم بردا وسلاما كما في البرهان لسيد هاشم البحراني رحمه الله. هاي الرواية موجودة. وبعدين إبراهيم أعطاه الإسحاق وإسحاق أعطاه إلى يعقوب ويعقوب أعطاه إلى يوسف. وفي الرواية الشريفة أن سبب الاهتمام بهذا القميص لأنه نزل من الجنة. أنا مرة قلت على المنبر اللهم صل على محمد. أنا مرة قلت على المنبر قلت إذا قميص نازل من الجنة هذه آثاره وهذه خصائصه. خو جيد الصديقة الكبرى فاطمة سلام الله عليها لحمها ودمها من الجنة، هي تفاحة الجنة. اللهم صل على محمد. فإذا كان قميص نازل من الجنة هاي آثاره. خو الجسم ولحمة ودمه من شجرة طوبى اللي هي أشرف شجرة الجنة. شو تكون؟ هو إذا قميص هاي آثاره، إذا جسد هو كله من الجنة شو يصير؟ هذا كلام، هذا قرآن، هذا قرآن. القرآن تكلم عن خصائص قميص. لامس جسد نبي أو أنبياء، هو ما بالك بجسد الخاتم والخاتم صلى الله عليه وآله؟ شنو آثاره؟ ولهذا ايضا بعد لا تستغرب لما عقد الزهراء في الرواية الشريفة. ما ادري القصة واضحة عندكم. يا رسول الله جائع اطعمني، عريان اكسوني، فقير اغنيني، ما ادري كل شيء، غريب اريد ناقة
رسول الله قال له اخي العرب انا صار لي يومين ثلاثه ما ماكل شيء وانت ذني كل تريدين. قال له روح الى بيت فاطمه، هذا البيت ما قصده قاصدا ورجع خائبا، ما قصده قاصد ورجع خائبا، روح البيت الزهراء وشوف. ويجي خلاصه من عندي كلام مهم، وتعطي الزهراء سلام الله عليها ملاحظ عقد كان لها، عقد لامس جسدها. بعد لا تستغرب اذا كانت هاي العقيده عقيده قرانيه، بعد وين وجه الاستغراب في الموضوع؟ وهذا قميص يوسف في القران امامكم، ماكو احد الاستغراب يعني والتعجب وعدم الهضم والاستكثار على وجود هذا المقصود. والزهراء تنطي العقد اللي عندها وتقول له بيعه والله راح يبدلك به خيرا، ويجي للنبي ويقول له فاطمه اعطتني من يشتري، ورسول الله عرض للبيع صلى الله عليه واله وقال له كيف الله لا يبدلك به خيرا وقد اعطتك اياه فاطمه، شلون طبعا الله يبدلك به خيرا. يقوم ملاحظ عمار او سلمان ويقول له انا اشتريه يا رسول الله بأن أشبعه وأعطيه ناقة وأنطيه ثياب وأعطيه أموال وشي يريد حاضر وأشبعه ملاحظ. ورجع للنبي وقال له يا رسول الله بني حصلتهن كلهن. النبي قال له ادعو للزهراء، قال اللهم اعط فاطمة ما لا عين رأت وما لا أذن سمعت، قال وقد أعطاها الله ذلك يا أعرابي. فاطمة منو عند أبك محمد؟ منو عند زوجك علي؟ منو عند أبنائك الحسن والحسين؟ منو عند أمك خديجة؟ الله أعطاها ما لا عين رأت وما لا أذن سمعت. روح على رسلك يا أعرابي. ويجي عمار ملاحظ ويطيب العقد ويرجع للزهراء ويقول للغلامة إذا قبلته منك فاطمة أنت حر لوجه الله. ويجي الغلام ويدق باب الزهراء وغلام عمار شرايد هذا العقد؟ قالت له هذا خرج منا لا يرجع إلينا. قال لها إن فيه فكاك رقبتي. قالت له لأجلك أقبله. ابتسم، ليش ابتسمين؟ قالها أنا ابتسمت لبركة هذا العقد، فوالله لقد أشبع جائعا ورد غريبا وكسى عريانا وأغنى فقيرا وأعتق مملوكا ورجع إلى صاحبه. شنو هذا؟ ما تتعجب، ما هو قميص نبي هكذا فعل. فالقرآن أسأل هاي شنو جبتها؟ لعله سامعيه انت هذا، لكن انا جبتها القران لما يتكلم عن يد رسول الله كما تلون الايات، عن عين رسول الله، عن وجه رسول الله، عن نفس رسول الله، عن رجل رسول الله. هذه مهمه ضمن الثقافه القرانيه، ضمن الثقافه الالهيه، لعلها ضمن الثقافه البشريه مو، لكن ضمن الثقافه الالهيه هذه مهمه ايها الاحبه. جيد، هذا هم الامر الثاني. قلت لكم فيه كلام كثير كثير كثير، ولكن له وقت اخر، ما ظل عندي وقت. الليلة بدي أبين هذا الأمر الثالث في سورة النجم، وأيضا على جناح السرعة يعني ما راح أعطيه حقه كما أعطيت الأمر الأول حقه ثلاث ليالي أو أربعة. شنو هذا الأمر الثالث؟ الأمر الثالث كالآتي، التفتون في سورة النجم أيها الإخوة، الأماكن اللي وصل إليها رسول الله صلى الله عليه وآله ما وصلها أحد غيره أبدا. وصل إلى أماكن، إذا جاز التعبير، في سورة النجم موجودة، أشار لها القرآن وشخصها القرآن وفصلتها كلمات آل البيت، أو فصلها كلمات العترة عليه السلام. وفي برهان سيد هاشم أيضا موجودة روايات العترة، بإمكانكم الرجوع للمصدر الشريف بالسيد البحراني رحمه الله. وصل رسول الله في سورة النجم إلى أماكن ما وصلها أحد قبله أبدا، أماكن خاصة لا نبي وصلها ولا ملك وصلها، بشر أبدا، لا من الجن ولا من الإنس، الوحيد اللي وصلها الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، في سورة النجم رسول الله صلى الله عليه وآله بلغ سدرة يا إخوان الطريف، هي القرآن يعبر عنها منتهى منتهى منتهى. انا اسألكم فوق المنتهى اكو شيء؟ ها؟ هو بعد منتهى، هاي في سورة النجم، هاي ما وصلها احد قبل النبي. ولهذا الرواية المعروفة عندكم ان جبرائيل عليه السلام قال يا رسول الله حد وياك لهنا، انا قبل سدرة المنتهى بمسافة طويلة، قال له حد وياك لهنا. ليش؟ قال له ما اقدر اتقدم، لان ماكو نبي قبلك وصل الى هذا المكان حتى انا اعرف شكو لك، ولا اني واصل ولا واحد واصل، بعد انت تصعد انا ما اعرف.
خلاص حدي وياك اهلا. اذا اتقدم انمل احترق. ما اتحمل هاي بعد الامان. وصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شنو هذا؟ سدرة المنتهى. يعبر القرآن الكريم عندها شنو؟ جنة المأوى. اذ يخشى السدرة ما يغشى. زين شنو هذا؟ انا ما قاعد هاي لغة يعني شو تسميها مشفرة باللغة الحداثوية اليوم. هذا كلام مشفر. هي شنو المنتهى؟ سدرة المنتهى جنة المأوى. وين سدرة المنتهى؟ شنو؟ زين يخشى السدرة ما يخشى شنو؟ أفتمارونه على شنو؟ ثم أن القرآن يتجاوز كل ذلك فيصل إلى هذه المرحلة. يقول ثم شنو؟ دنا. حسيت بعد هو قاي منتهى دنا. عجيب والله. ما أعظمك يا أبا الزهراء. شنو هذا؟ أنا ما أعرف. وأنا أقول دائما على المنبر، أقول بهاي الآيات تقف عقول البشر عاجزة. فليس لنا إلا رواية المعصوم فكريا وواقعيا كما بينا بالبيان السابق. وإلا ماكو، ما نقدر نعرف. هاي لغة ما يعرفها إلا أهلها، وهاي أماكن ما يعرفها إلا أهلها، احنا ما نعرفها. فتقف عقولنا عاجزة عن فهم ذلك. ثم دنا فشنو؟ فتدلى فكان قاب قوسين. لا، مقام النبي مو قاب قوسين، او شنو؟ او ادنى. مقام رسول الله مقام ادنى من قاب قوسين في مجال القرب الالهي. طبعا القرب المعنوي المقصود، قرب الكمال اخواني، قرب زيادة الكمال، مو القرب عالم المادي. يقولون قرب عالم المجرد مو عالم الامكان. وذاك القرب يختلف عن هذا القرب. وأنا هذا الموضوع لعلهم بينا سابقا على المنبر. قرب عالمنا أيها الإخوة، أنا لما أكون قريب منك أنت هم شنو؟ قريب مني. لكن قرب ذاك العالم الله أقرب إلينا من حبل الوريد. ولعله أني أبعد الناس عن شنو؟ عن الله. هو قريب مني لكنني بعيد عنه. ذاك القرب يختلف عن هذا القرب المادي المكاني الجسماني. شو تسميه؟ ما أعرف. قرب معنوي، قرب زيادة الكمال. فوصل إلى مرتبة من الكمال صلى الله عليه وآله بحيث أدنى من قاب قوسين. هذا بعد هنا تقف العقول والأحلام والألسن والأقلام وكل شيء يقف عاجزا أمام معرفة ذلك وفهم ذلك. ولهذا علمنا أئمتنا أن نتعامل مع هذا العظيم بشكل خاص صلى الله عليه وآله. وهذا موجود في أدبيات أتباع آل البيت وثقافة أتباع آل البيت، ومع الأسف ما موجود عند الغير. ما موجود عند الغير. أجيب مثال، أقرأ لكم رواية عجيبة وجايب المصدر وياي، أريد أوصلها. مثلا شفت رواية واحد يدخل على الإمام زين العابدين صلى الله عليه روحي فداه، فيقول للإمام زين العابدين قال محمد يا ابن رسول الله. الإمام قال صح صح، اسكت اسكت اسكت. شوف الإمام تعامل معاه بخشونة شوية. اسكت ليش؟ قال لا تقل قال محمد، عظمه كما عظمه الله. الله في القرآن لما يجيب الأنبياء يقول يا يحيى يا موسى يا عيسى، كنداء كنداء. لكن لما يوصل للنبي يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول، ما يقول له يا محمد. هسه تقول لي في آية أخرى وما محمد، هذا مو نداء، هذا مو نداء. الله يتكلم هنا عن النبي. لا لا، كنداء. يا فلان يا موسى موجود، يا عيسى موجود، يا يحيى موجود. هكذا يناديهم رب العزة. لكن لما يصل لرسول الله ماكو آية في القرآن يا محمد، يقول له يا أيها النبي يا أيها الرسول. شوف التعظيم والتفخيم يفرده عن غيره صلى الله عليه وآله في التعامل وحتى في طريقة الكلام. أنطيكم قضية أخرى. وإلى ثمود أخاهم صالحا، موجودة بالقرآن يا مو موجودة؟ أسألكم موجودة؟ وإلى ثمود أخاهم صالحا وهكذا عاد أخاهم هودا وهكذا بقية الأنبياء. هل رأيتم في القرآن وإلى قريش أخاهم محمدا؟ ها؟ هل قرأتم آية؟ الله
الله لما يذكر بقية الأنبياء يقول للعشيرة الفلانية أخوهم أو أخاهم، المقصود ابن عشيرتهم ابن منطقتهم ابن قريتهم ابن مدينتهم، هذا المقصود يعني أخاهم بهالمعنى. لكن ماكو في القرآن وإلى قريش أخاهم محمدا. القرآن لما يتكلم عن إرسال النبي ما يتكلم بنفس طريقة إرسال بقية الأنبياء. أيها الأحبة، يفرد النبي بالذكر، فالتفتوا إلى ذلك رحمكم الله. يفرد النبي بالذكر صلى الله عليه وآله، تدري يقول؟ يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. يا إخوان، الفرق فرق سماء وأرض، الفرق فرق شنو؟ سماء وأرض. وين وإلى ثمود أخاهم صالحا، وين لقد من الله على المؤمنين. الله أكبر، الله أكبر، فرق. المنة في القرآن أيها الإخوة دائما مذمومة ممدوحة المنة، صحيح ولا لا؟ تمنوا علي إسلامكم في القرآن. في القرآن الله هكذا يقول جل وعلا، يقول لا تنطي صدقة الواحد وتمنى عليه، لا تنطي صدقة وشنو وتمنى عليه، قل له حكاية زينة ولا تنطي صدقة. المنة دائما مذمومة في القرآن الكريم. لكن لما توصل إلى نعمة رسول الله الثقيلة الخطيرة، الله يمن علينا برسول الله، يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. الله يمن علينا برسول الله. أني أمن عليكم تزيت لكم محمد صلى الله عليه وآله. ولهذا أقول لشبابنا الأحبابنا التاج روسنا الأعزاء شبابنا شيعة أهل البيت اللي نفتخر بهم، نفتخر بهم والله نفخر بهم. هاي الأربعينية أثبتت أن شبابنا شباب متدين طاهر طيب يحب أئمت عليهم السلام. أطلب من شبابنا ومن أخواتنا أنه الاقتداء خيصير بهؤلاء العظماء، مو يقتدي الشاب بممثل فاسق فاجر ماجن سكير خمار. أجلكم الله والمكان مقدس، ما أقدر أتكلم أكثر من هذا، أحترم المكان الطاهر. يا شباب، نعاقب تقتدي بغير رسول الله بغير علي بن أبي طالب، نعاقب يوم القيامة. الله من علينا برسول الله العظيم. وإذا يقول لك أنا أقلد الشاب الفلاني، أو البنية تقول أنا أقلد الممثل الفلاني، هاي منو ذيك منو؟ أنت عندك فاطمة، الله أكبر، الله أكبر، فاطمة، الله أكبر. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ آخر ما لكم كيف تحكمون؟ انت عندك فاطمة، انت عندك زينب، من هذه وتلك؟ الامرأة قدوتها زينب وفاطمة، فاطمة اللي على معرفتها دارت القرون الاولى، فاطمة اللي سيد الكائنات يقبل يدها. انا عندي هاي اروح لغيرها؟ الله اكبر. رسول الله اللي الله يقول امن عليكم انطيتكم هذا النبي، امن عليكم، لان هذا خلاصة ما خلقت، خلاصة الكون من بدايته لنهايته، اسمه محمد. انا اترك الاقتداء والتأسي بهذا العظيم واروح الفاسق الفاجر اقول هذا قدوتي او البس مثله او هذه، خصوصا في هذه الأماكن المقدسة. شبابنا، أتكلم وياكم بكل أريحية وبكل محبة وبكل احترام، حتى شبابنا اللي لبسه شعره أنا أحترمهم بصراحة، أحترم شبابنا كلش أحترمهم. أيضا أقول لذول الشباب الأعزاء الأحباء، أقولهم يا أحبابنا، خصوصا لما تجون إلى هذه الأماكن، راقبوا ثيابكم، فالينة مكتوب بها إنجليزي بها صورة، هذا مو صحيح، هاي بيها استهانة لهذا المكان الطاهر أو لغيره من الأماكن المقدسة أو للمساجد أو حتى في الحسينيات، هذا هتك حرمة يا شباب. أو لبسه مخربط أو ما معدل روحه أو 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 هذه الله يقول للموسى في المكان الطاهر اخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. على مستوى نبي من أولي العزم الخمسة أيها الأحبة، نبي من أولي العزم
خمسة الله يقول له اخلعنا عليك انك في الوادي المقدس كنت تحترمه. زين بالله عليكم نبي من اولي العزم الخمسة الله يقول له اخلعنا عليك انا وياك شلون؟ كارثة. فالله الله بلبس شبابنا، الله الله باحترامهم لهذه الاماكن، الله الله بحجاب نسائنا في كل مكان، خصوصا في هذه الاماكن المقدسة، خصوصا في هذه الاماكن المقدسة، الله الله بالحجاب والا نحاسب يوم القيامة. ايها الاخوة استغل الحضور حتى بركت الله، اذا واحد اخذ حجايتي هاي افتخر بيها وافرح بيها. اخوان الكرام في الرواية الشريفة قاريها عجبتني الرواية، هسه وان كان انا بحكي عقائدي بس بعد ما ادري ايش جابني لهذا الكلام. انا قاري الرواية الشريفة عن الامام سلام الله عليه انه يوم القيامة يؤتى بامرأة جميلة يقولها ليش فسدتي وافسدتي؟ تقول له يا الهي انت خلقتني جميلة وانا بعد الشباب الى اخره وغروني، هو انت خالقني جميلة. يقول فيؤتى بمريم يقولوا لها انت اجمل ام هذه؟ فتقول مريم اجمل. يقولوا له ايش عجب ما صارت مثلك، هي مرة وانت مرة وهي اجمل منك، هو ليش مريم ما صارت مثلك؟ تقول الرواية ثم يؤتى بالشاب الجميل، ليش فسدت وافسدت يوم القيامة؟ يقول له الهي خلقتني جميلا صار اكو ضغوطات علي. فيؤتى بيوسف يقول له انت اجمل ام هذا؟ يقول له لا هذا اجمل منك. يقول له جيد اذا اجمل منك ليش عرض عليه الحرام والظروف مهيئة فاعرض عن الحرام وتوجه الى الله واعتصم بالله جل وعلا؟ شنو حشتك؟ فيسكت. يجيبون تاجر، ليش ارتشيت؟ ليش اخذت فلوس العالم؟ ليش تعاملت بالربا؟ ليش ليش ليش؟ يقول له الهي انطيت فلوس وغرتني الدنيا. الله جل وعلا مثلا جيب سليمان يقول له هذا حاكم الارض ومن عليها، حكم الارض ومن عليها وما سوى مثلك، ها؟ يقول فيسكت. يجيب وهكذا بعدين ينتهي الحساب، كل واحد ياخذ حسابه ويروح للمكان اللي هو زرع بالدنيا. يقول له ما عندك حجة، روح، حجتك باطلة ما مقبولة، حجتك باطلة. هذا كلام خطير. أنا امرأة ما أقدر أدي دوري على النساء، أنا أم مثلا، أنا أم ما أقدر. يقولوا لها الزهراء بعد شهادة النبي هي التي حفظت إمامة الأئمة إلى الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولولا الزهراء إمامة آل البيت جاراحت وانتهت وانقطعت. اصلا امامة الائمة من علي بن ابي طالب حتى الامام المهدي انما حفظت بجهود الزهراء وجهاد الزهراء وجهود زينب وجهاد زينب. ولولا زينب لقتل زين العابدين ولقتل محمد الباقر في كربلاء. خوش معنى انت ما تقدرين تأدين دورك، زينب ليش ادت دورها؟ مثلا فالله الله بأنفسنا والله الله بأنفسكم أيها الأحبة، فرصة للتغيير هاي مجالسنا وخصوصا في هالأماكن الطاهرة. كل واحد منا الآن يكمل، أنا أول واحد إن شاء الله أعاهدكم هاي أمام أمير المؤمنين، أول واحد راح أروح للإمام أقول له أتوب إلى الله من كل ذنوبي هذا اليوم، وأنت ساعدني يا أمير المؤمنين أنه أستمر على توبتي وعلى ديني وتديني وصلاتي وصومي وترك الحرام وترك كذا وإلى آخره، خصوصا شبابنا، قضاء الصلاة قضاء الصيام غير ذلك. تقدر الآن تعاهد إمامك أمير المؤمنين سلام الله عليه وتبدي صفحة جديدة مع الله أيها الإخوة، حتى يرضى عنا إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف. أنا هسه هذا الكلام شنو جابني إليه؟ كلام لقد من الله على المؤمنين، وتشوف هذا الشاب يقلد بلبسه ممثل فاسق. الله يمن من علينا بالنبي بعد في القرآن ومن علينا بآل النبي، فقال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. من علينا بالنبي ومن علينا بآل النبي، زين لما يمن علينا بأخطر النعم بأثقل النعم المفروض نأدي حقها لو ما نأدي حقها؟ فهذا يقول له قال محمد، دخلني بالموضوع، قال لا تقل محمد، عظمه كما عظمه الله، قل قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
احنا اتباع آل البيت ولله الحمد وببركة آل البيت عليهم السلام اخذنا هذا الامر بعين الاعتبار ولهذا رتبنا عليه اثرا، اما مع الاسف غيرك ما رتب عليه اثرا. مولانا امامك جعفر الصادق ايها الاخوة التفتوا، الله يرحمكم ويرحمنا وياكم، تفتوا، سموا اولادكم محمد، كثروا محمد، كثروا علي، كثروا فاطمة، كثروا زينب، كثروا جعفر، كثروا اسماء الائمة الطاهرين عليهم السلام، كثروا اسماء امهات الائمة، امهات الائمة نرجس تكتم غيرها، كثروا هاي الاسماء لاولادكم وبناتكم جزاكم الله خير، هاي هويتنا، هويتنا هاي الاسماء. يدخل واحد على الامام الصادق عليه السلام هم هكذا قال سداد زين العابدين، قال له قال محمد، تدرون سوى الامام؟ خلوا بالكم يمي التفتون، التفتون تدرون سوى الامام في الرواية الشريفة، يقول الراوي شفت الامام الصادق تغير وجهه لما سمع هذا، قال قال محمد تغير وجهه، وجهه تغير، قسمات وجهه تغيرت، ثم اخذ يقول قال جدي رسول الله محمد، قال جدي يقول كل ما يقول وحده يدنق راسه، يدنق راسه، يدنق راسه، قال جدي رسول الله محمد، يقول حتى ألصق خده بالتراب. الامام الصادق شنو هالتواضع هذا؟ شنو هالمعرفه هذه؟ حتى ألصق خده بالتراب وهو يقول قال جدي رسول الله محمد، يريد يقول له تأدب من تذكر النبي، تأدب تأدب، صير مؤدب يا رسول الله. هذا خلاصة الخلاصة، هذا نخبة النخبة، هذا سيد الكون صلى الله عليه وآله. هسه اجى دور رواية حتى الوقت ما يقدرني وما أقراها. هاي أمامكم أيها الأحبة كتاب الخصال، وهو كتاب قيم ويعتبر من مصادرنا الحديثية الأساسية، كتاب الخصال للشيخ الجليل الأقدم الشيخ الصدوق المتوفى سنة 381، 381 يعني عاصر فترة من الغيبة الصغرى رحمة الله على الشيخ الصدوق، بل أن الشيخ الصدوق اللي يكون حياته ولد بدعاء الإمام الحسن العسكري والإمام المهدي، ولد بدعاء الأئمة الطاهرين، الأئمة دعوا لأبيه فرزقه الله الصدوق، وما شاء الله اش ألف واش كتب الصدوق رحمة الله عليه، لأنه بركة دعاء الإمام المعصوم عليه السلام. الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في كتاب الخصال في صفحة 534 حديث الحجب 12، رقم الحديث 54 في أبواب 12، بس خلوا بالكم يمي راح اختم بهاي الرواية حتى نروح للمصيبة، نريد نبكي الليلة. شوف الرواية شو تقول، طبعا عن 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 عن, عن فلان إلى عن جعفر، عن جعفر الصادق، عن الإمام الصادق سلام الله عليه، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب اللي نتشرف بجواره، عن علي بن أبي طالب صاحب هذه الرواية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في خصال الشيخ الصدوق، والرواية أمامكم. اللهم صل على محمد. التفتولي بالله، خل أقراها بسرعة لأن شوية طويلة، بس كلش التفتولها، كلش التفتولها، كلش التفتولها. عن علي بن أبي طالب قال إن الله تبارك وتعالى خلق نور محمد صلى الله عليه وآله قبل أن خلق السماوات والأرض والعرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار، وقبل أن خلق آدم ونوحا وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وداود وسليمان وكل من قال الله عز وجل في قوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب إلى صراط مستقيم، الآية طويلة، وقبل أن خلق الأنبياء كلهم بأربعمائة ألف وأربعة وعشرين ألف سنة، الله خلق النبي قبل هؤلاء بأربعمائة ألف، أربعمائة ألف وأربعة وعشرين ألف سنة، الله خلق النبي قبل هؤلاء وقبل الجنة وقبل النار وقبل العرش وقبل اللوح وقبل القلم وقبل الكرسي وقبل الأنبياء
هسه انا دائما اقول ما ادري هاي 424,000 سنه سني هاي العالم يو ذاك العالم، ها، ان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. الكلام عن سني ذاك العالم، ان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. بل في ايه اخرى كذا في يوم تعرج الملائكه والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنه. توقعوا، فلما يقول 424,000 سنه سني هذا العالم يو ذاك العالم، ذاك العالم زين، اذا كان السني ذاك العالم اليوم بألف سنه توقع يعني الله شكثر خالق النبي قبلهم صلى الله عليه واله. التفتوا بعد، التفتوا زين. وخلق الله عز وجل معه 12 حجابا مع النبي، 12 حجابا. هسه شنو هاي الحجوب؟ حجاب القدرة وحجاب العظمة وحجاب المنة وحجاب الرحمة وحجاب السعادة وحجاب الكرامة وحجاب المنزلة وحجاب الهداية وحجاب النبوة وحجاب الرفعة وحجاب الهيبة وحجاب الشفاعة. ثم حبس نور محمد صلى الله عليه وآله. كلش التفتوا الآن، الرواية تصير عجيبة، التفتوا كلش، التفتوا حتى استعجل. زين، تقول الرواية: ثم حبس نور محمد في حجاب القدرة 12,000 سنة. 12,000 سنة بيا حجاب القدرة، وهو يقول: سبحان ربي الأعلى. وفي حجاب العظمة 11,000 سنة، وهو يقول: سبحان عالم السر. وفي حجاب المنة 10,000 سنة، وهو يقول: سبحان من هو قائم لا يلهو. وفي حجاب الرحمة 9,000 سنة، وهو يقول: سبحان الرفيع الأعلى. وفي حجاب السعادة 8,000 سنة، وهو يقول: سبحان من هو قائم لا يسهو. وفي حجاب الكرامة 7,000 سنة، وهو يقول: سبحان من هو غني لا يفتقر. وفي حجاب المنزلة 6,000 سنة، وهو يقول: سبحان ربي العلي الكريم. وفي حجاب الهداية 5,000 سنة، وهو يقول: سبحان ربي العرش العظيم. وفي حجاب النبوة 4,000 سنة، وهو يقول: سبحان ربي العزة عما يصفون. وفي حجاب الرفعة 3,000 سنة، وهو يقول: سبحان ذي الملك والملكوت. وفي حجاب الهيبة 2,000 سنة، وهو يقول: سبحان الله وبحمده. وفي حجاب الشفاعة 1,000 سنة، وهو يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده. أسألكم بالله، شنو الفرق بين هذه الحجوب 12 وكل حجاب إلى عدد سني خاصة، وكل حجاب كان ورد النبي به خاص يناسب ذاك الحجاب؟ زين، هي هاي الحجوب شنو؟ وردها شنو؟ ارتباطها بيها شنو؟ السنين اللي هاي 7,000، هاي 8,000، هاي 12,000، هذا 10,000، هذا 4,000، هذا 1,000، هذا 2,000، شنو؟ زين، ليش وضع النبي في ذلك؟ كلها علوم تحتاج إلى أبحاث مفصلة، والمفروض يعني أنه علماءنا يكتبوننا وإحنا نعرف، وإلا هذا الكلام واقعا أكبر من حجم عقولنا، هذا يحتاج إلى علمائنا الكرام هم يفهمون شنو هالكلام هذا وشنو خطورة هذا الكلام، وإلا كلام عجيب هذا يقوله علي أمير المؤمنين في رسول الله صلى الله عليه وآله. فما أعظمك يا أبا الزهراء، أنا ما أعرف شنو أنت يا رسول الله، يا حبيب الله. التفتول شوية، خلنا أكمل بسرعة 3 دقائق، أخذ بعد حتى روح المصيبة. ثم أظهر عز وجل اسمه على اللوح، وكان على اللوح منورا 4,000 سنة. ثم أظهره على العرش، فكان على ساق العرش مثبتا 7,000 سنة، إلى أن وضعه الله في صلب آدم. من بعد كل هاي الله جل وعلا وضعه في صلب آدم، ثم نقله من صلب آدم إلى صلب نوح، ثم جعله
ثم جعل يخرجه من صلب إلى صلب، هاي وتقلبك في الساجدين كما يعبر القرآن، حتى أخرجه من صلب عبد الله بن عبد المطلب فأكرمه بست كرامات، ألبسه قميص الرضا ورداه رداء الهيبة وتوجه تاج الهداية وألبسه سراويل المعرفة وجعل تكته تكة المحبة يشد بها سراويله وجعل نعله الخوف وناوله عصا المنزلة، ثم قال عز وجل له: يا محمد اذهب إلى الناس فقل لهم قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان أصل ذلك القميص في ستة أشياء: قامته من الياقوت، وكماه من اللؤلؤ، ودخريصه من البلور الأصفر، وإبطاه من الزبرجد، وهكذا حتطويل. بعدين يعلق الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، قال مصنف هذا الكتاب، هيك يقول عن روح الشيخ الصدوق: أرواح جميع الأئمة والمؤمنين خلقت من روح محمد. هذا الشيخ الصدوق يقول، الشيخ الصدوق يقول في الخصال رحمة الله عليه تعليقا على هذه الرواية، تعليق موجز، يقول: أرواح جميع الأئمة والمؤمنين خلقت من نور رسول الله صلى الله عليه وآله. عظيم رسول الله، الليلة الأرض بكت النبي، والسماء بكت النبي، والملائكة بكوا النبي، وبكى على رسول الله كل شيء. الليلة بيت النبي وحشة، الليلة مات رسول الله، اليوم مات رسول الله، والبيت بلا رسول الله يكون موحش. الليلة بس الله يعرف حال الزهراء، الله يعينك أم الحسن. ما أعرف شلون أوصف هذه الليلة عليك يا فاطمة، يا بنت رسول الله، يا أم رسول الله، والله ما أعرف شنو حالك هذه الليلة بدون رسول الله صلى الله عليه وآله. أعان الله فاطمة هذه الليلة، وتدري الزهراء بدت عليها المصائب والآلام والرزايا والمآسي. الزهراء تقول لأبوها، سولف ويا أبوها، والله اسمعني شوية اسمعني. الزهراء تقول لأبوها رسول الله، لأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، تقول لأبويا: أنت اليوم رحت يا رسول الله وبيتنا أظلم من دونك يا حبيب الله. الليلة الزهراء تبكي على جنازته باعتبار النبي ما دفنوه بيوم وفاته، النبي توفي يوم الاثنين فدفن يوم الثلاثاء ليلا، ليلة الأربعاء بالليل الثلاثاء ليلا دفن النبي، دفنه علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جسم رسول الله الليلة موجود يم الزهراء. الزهراء تسولف وياه، تقول لأبويا: عادة تفقد أبوه هيجون هيجون. صحيح عمي ولا؟ أسألكم أنا، اللي يموت أبوه هيجوه يقولوا له: عظم الله جريج البقى براسج، خاتمة الأحزان والمصائب إن شاء الله، موتي يسلوها يصبروها. الزهراء أبوها مات، المفروض يسلوها، فالزهراء تقول له لأبيها، تقول لأبويا: عادة تفقد أبوه هيجون هيجون هالناس وعلى مصاب هيواسون. هاي عادة يا مو عادة؟ عادة تفقد أبوه هيجون هالناس وعلى مصاب هيواسون، والله يواسونها ياهي مثل دار هيحرقونها. أبويا أنت بعمرك شايف يا رسول الله، سامع، وأنت سيد وأنت أعلم الأولين والآخرين، شايف سامع، مرة يموت أبوها ثاني يوم يحرقون بيتها يا رسول الله. هاي بس الجماعة هتش، غيرهم ماكو. أبويا عادة تفقد أبوها يجون هالناس وعلى مصابها يواسونها، والله أبويا ياهو مثل دارها يحرقونها يحرقونها. بعد بس دارها يحرقونها؟ لا، والله ابويا ياهو مثل دارها يحرقونها. ابويا يحرقونها وعلى دمعة عينها يسطرونها يسطرون. ابويا انت شايف مرة تبكي على ابوها يضربوها، شي تبكي
والله وعلى دمعة عينها وعلى دمعة عينها يسطرون يسطرون. لا بعدك ما باجي. لا والله بعدك بعدك. خلي شوف شلون ابجيك. خلي نشوف المصيبة شلون تجي يا امير المؤمنين. ما يصير ارتختي وما ظل عندي وقت هواي كون ابجيك واحنا بحرم امير المؤمنين سلام الله عليه ويوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. الزهراء بعد ابوها من اليوم بدت تبكي فاطمة ليلا ونهارا بس تبكي. انتو عندكم اولاد وبنات اكثركم كبار بالسن يعني فلا بد عندكم اطفال وبنات. البنية من امها تبكي خصوصا اذا صغيرة تخاف هي هم تبكي مثل امها صح يولا. اذا بنية صغيرة ونشأ حتى الولد من يشوف امه تبكي هو يبكي. طبيعة الطفل هكذا يبكي من ابوه يبكي امه تبكي هو هم يبكي. زينب تشوف امها من الصبح لليل تبكي. زين شلون ما تبكي زينب من يشوف امها تبكي والله شلون يعني. زينب هم قامت. الزهراء قامت تحاول تخلي زينب ما تشوفها تبكي. لان تتأذى من تشوف زينب تبكي وعمرها 5 سنين. الزهراء قامت تنيم الاطفال بالليل تقعد تبكي. زينب تسمع امها تبكي. من تجي لامها اقرا لك ابيات. من تجي لامها امها راسا تمشي والله يا يما علي يا يما علي لا تخفين دمعي انا ولو بسكوت من تبجينا سمعي. ترى يكسرن القلب ذني الابيات. يا يما علي لا تخفين دمعيك ولو بسكوت من تبجينا سمعك يا يما والله اسمعيك بضلوعي يا ريت كسر ضلعي. يما بضلوعي يا ريت كسر ضلعيج. بعد والله ضلعيج ويلوعني يا يما ولا يلوعي. قام تسولف لامها قعدت ويا امها. يما ادري ليش تبكين لا تضميها علي لا تمسحين دموعك اسمعك وشفتك ادري ليش تبكين خلي سولف لي. يما روحك شيوخ مني روحك شيوخ مني لا شفت نار. بعد يوم الباب انا روحك شيوخ مني لا شفت نار لا شفت نار. يما وانهد انهد لا شفت بعيوني بسما. انا روحي تشوغ مني لا شفت نار نار وانهد لا شفت بعيوني بسمار. يما من اشوف بسمار تدرين شو اسوي شو اسوي والله بسمار اخذ دمعتي واتعنى للدار للدار ابكي وحن كل ما اشوف تذكار يا يما. هاي ليلة وحشة الزهراء سلام الله عليها. هاي ليلة وحشة الزهراء سلام الله عليها وزينب وياها تواسيها على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. أكو يوم وحشة ثانية. الليلة طالبين مني طورين مروتكم خل استعجل. الليلة طالبين مني طورين أقراهن ما يخالف. أكو ليلة وحشة ثانية. أكو ليلة وحشة ثانية. يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله ذيك ليلة خاصة ذيك ليلة خيمة ما بيها وكل شي ما بيها وزينب جمعة الأرامل واليتامى وقالت الأم كلثوم قالت له أخي شوفيني سمعيني عدل إذا نبقى على هاي الحالة وما نجمع النسوان والأيتام ونوقفهم بمكان ما نسيطر عليهن وراح نموت. أني أموت وانت تموتين. انت توقفين بجانب واني أوقف بجانب حتى نحفظ الأيتام ووقفن ولزمن النسوان. وزينب تقول لي أبيها أمير المؤمنين
تقول لابويا علي ابويا الليل يا ابويا الليل من شلشل علي انا. اسمعني شويه. يا ابويا الليل من شلشل علي انا نسوان ثقل مسلبينا. يا ويل عليك والله مسلبينا مسلبينا انا عتبي على حال الضعينا. يا بالضعينا عباس خويا قوم لي انا قوم لي انا قوم لي انا عباس مو ولي انا ولي انا. يا خويا الليل يا ابويا يا ابويا يا ابويا الليل شل والقاع هيمه وما خلوا علينا القوم خيمه ويتيمه قامت تلوذ بيتيمه. والله تفسر الصخر زينب تفسر الصخر زينب. المهم قالوا لها سيدتي ما هي هاي كلثوم ما هي وين بكلثوم؟ شافتها رايحه بالوادي وين رايحه؟ انا ماشي العباس اقل لنامك يا اخويا مو محل. رجعتها زينب سكينه ما هي وين راحت؟ قالوا لها بطريق الحسين. راحت لقيتها تبكي يم ابوها تبكي يم ابوها. يا والدي والله ضيمه انا صغير من زغري. رجعتها زينب من جبتي سكينه الرباب طلعت وردنا نزرها ما قدرنا. رجعت لقيتها قاعده يم الحسين الرضيع على صدر ابوها. رباب ليش تجي؟ مو قلنا ما حد يطلع؟ راحت كتلني. قالت لها اجيت اقول لابني حكايه. يا يما اردحت حلقه على حلقك واذا تلقى نداوه ما يحقك بهيدا نار قلبي لا تحرقك. الطور الرايدي مني زينب اجت للحسين. الحسين يقول ليش جيتي؟ سامعي مو؟ ليش جيتي خويا يا روح الزكية ليش جيتي ودمعة عيوني الجرية ليش جيتي وطولك تشوفه أمية. بعد الشطر الرابع انت خايف خطر انت بخطر وعندك طفل تخليه يم مرة امانة يم رجال امانة ويجيك بذيك الحالة اسأله على الطفل يوم اسأله اسأله. ليش جيتي وطومك تشوفه يجاوبون. ليش جيتي وين خليتي رقاي. ليش جيتي وين خليتي تقول لأخويا يلي على الغبرة لقيته. تقول لأخويا وحدي ما تقبل حميته. تقول لأخويا ضربة والطفلة ونخاته. تقول لأخويا والعيدة فارهدة وبيته. بعد تقول لأخويا ضاقت الدنيا وإجيته. وين أروح؟ تقول لأخويا ضاقت دقيقة واحدة. الطور الثاني الطور الثاني الرايدي مني خلي اختم الطور الثاني اللي قريته ذاك اليوم لأول مرة. دمعتي هاملة يا كربلاء يا كربلاء. دمعتي هاملة يا كربلاء. ليش دمعتك هاملة؟ شفت اخويا انولى ايا. شلون شفتي؟ جثته مرمله ايا كربله.
رقبته السلسله يا الهي لمحمد وال محمد، صل على محمد وال محمد، عجل فرج مولانا يا الله، واجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، واقض حوائجنا يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، واشفي مرضانا يا الله، لا سيما المنظورين منهم، ألبسهم ثوب الصحة والعافية يا الله، يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنغار بمحمد وآله الأطهار يا الله. إلى أمواتكم أموات شيعة أمير المؤمنين علمائنا الماضين خدام الحسين، نودي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة ماضي.